عقد المركز الإعلامي للمؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني صباح يوم السبت مؤتمرا صحفيا ثالثا له، حيث أطلع كل من النائب الدائم لرئيس دائرة عمل الجبهة المتحدة للجنة الحزب المركزية جان إيجون والنائب رئيس الدائرة ران وان تشانغ ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية للجنة الحزب المركزية كو يان شو الصحفيين على عمل الجبهة المتحدة وحالة التبادلات الخارجية للحزب. وفقا لما قاله جان يي جونغ النائب الدائم لرئيس دائرة عمل الجبهة المتحدة للجنة الحزب المركزية، فأن نظام التعاون متعدد الأحزاب أظهر مزاياه يوما بعد يوم، وذلك بفضل أفكار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد منذ انعقاد المؤتمر الوطني 18 للحزب، حيث تظهر مختلف طبقات المجتمع حيويتها بشكل تام، وتتضامن وتكافح وتتطور مختلف القوميات بشكل مشترك ومزدهر، ويتزايد التكيف بين الأديان والمجتمع الاشتراكي، ويتشارك جميع أبناء الأمة الصينية داخل البلاد وخارجها في بناء حلم الصين. مجمل القول فإن هذا بفضل زيادة ترسيخ الأسس الفكرية والسياسية للكفاح المتضامن للجبهة المتحدة، حيث أن مختلف الأحزاب والطبقات والقوميات والجمعيات والأوساط تشعر بالفخر والثبات تجاه تنمية البلاد، الأمر الذي يظهر بشكل تام الثقة الذاتية بالطريق الاشتراكية المتميز بالخصائص الصينية ونظريته ونظامه وثقافته. وفيما يتعلق بالتبادلات الخارجية، قال نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني غو إي جو إنه تم تشكيل النمط الدبلوماسي الجديد بين الأحزاب على نحو شامل ومتعدد المجالات والمستويات، وهو يتمثل في مواصلة الحزب الشيوعي الصيني تعميق التبادلات الثنائية والمتعددة مع الدول المختلفة والأوساط المختلفة والأحزاب المختلفة. يولي المجتمع الدولي اهتماما بالغا بالصين وبالحزب الشيوعي الصيني منذ المؤتمر 18 للحزب، فيما بدأ يولي اهتماما بأفكار الحكم والإدارة التي طرحها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جي بينغ في الأعوام الخمسة الماضية. نعمل وبشكل متزايد على إطلاع الخارج على قصص الحزب الشيوعي الصيني بشكل أفضل وتوضيح سياسات الحزب المنبثقة عن أفكار الحكم والإدارة التي طرحها الأمين العام شي جي بينغ بشكل جيد وسلس. وقال غو إي جو إن الدفاع عن المصلحة الوطنية هي من مساعي الأعمال الدبلوماسية، وأن الأعمال الدبلوماسية للحزب تتمحور حول الأجندة الدبلوماسية للدولة وتعمل على الدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بسيادة الدولة وأمنها وتطورها.